الأديب الدكتور علاء الأصواني عقد في ساقية الصاوي صالون الساقية بعنوان مصر ما بعد الثورة. كرامة الإنسان المصري هي هدف الثورة المصرية. لن تكون هناك استهانة بكرامة الإنسان المصري أبدا، ولا يليق إطلاقا أنك أنت تحيل النيابة العسكرية من تتهمهم بالاعتداء على المنشآت العسكرية ولا السيارات العسكرية، ولا تحيل للتحقيق فرد واحد من القوات المسلحة، لم يحل إلى التحقيق فرد واحد، وهناك مذبحة راح بشعة راح ضحيتها أكثر من 24 مواطن مصر، لا يليق إطلاقا. وبعدين اسمح لي، كنت أتمنى أن يكون التحقيق بواسطة جهة محايدة، كنت أتمنى أن يكون التحقيق بواسطة مجلس الأعلى للقضاء المصري. وقد انتقد الأصواني الأوضاع المصرية الحالية بعد ثورة 25 من يناير، وأشار في كلامه إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة حالة الفرقة السياسية الموجودة على المشهد المصري السياسي الحالي. أريد أن أنبه هنا إلى أن تعاوننا مع الثورة المضادة يؤدي يوما في يوم إلى تآكل صورة مصر في الخارج. الناس بتلغي الحجوزات بعد اللي حصل، والاعتداءات بتاعت وزارة الداخلية وبتاعت السفارة وكلها منظمة. وبعدين نقطة تانية، مش فيه جهاز شرطة في مصر ولا مفيش؟ جهاز الشرطة ده بياخد مرتباته من الاتحاد الأوروبي ولا بياخد مرتباته من الشعب المصري؟ بتاخد مرتباتك من الشعب المصري وتترك المصريين بدون أمن وتتركهم في هذه الحالة؟ مين اللي يتركك؟ مين اللي خلاك تصل لهذه الدرجة؟ رغم أنه عرف في الأوساط الثقافية كمؤلف وروائي وأديب، إلا أن شعبية الدكتور علاء الأصواني جعلت من أفكاره وأرائه حملات توعية غير مباشرة للشباب المصري عن حالة مصر ما بعد الثورة. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.